مجيتكم مجيتكم. قال لك سيدي بن حنيني كان في واحد العروبية بعيدة فيها غير الخلا والقيفار، ساكن واحد الحطاب مسكين وفقير وعنده 10 الأولاد و5 البنات. كان يفيق بكري كل نهار ويمشي للغابة يحطب تحت بشجر، ويمشي للمدينة يبيع الفرة الحومة ويشري داك الشي اللي خاصه باش يعيش هو وولادو ومراتو. هكدا ديما كل نهار طب يمشي للسوق يبيع الحطب ويشري داك الشي اللي خصها عائلتو تا لواحد النهار. هو كيحطب كيضرب بالشاقور، هاك بالك هاك بالك جدار ديال واحد الشجرة سمع واحد الصوت دار ولقى واحد المرأة. سولات هديك المرأة اش كدير اسيدي؟ قال لها تنحطب. عاود سولات واش دير بيه؟ قال لها تنجمع الحطب وتنمشي نبيعو تنتقدر ولادي ومراتي وناكلو. قالت له شحال عندك الولاد؟ قال لي عندي 10، 5 الولاد و5 البنات. سولته كيفاش تعيشهم والحطب قليل وما فيه فلوس حتى الحطابة كتار وخلاوها على الغابة. قال الحمد لله عايشين وخلاص. هنا الغولة قالت له شنو رأيك تجي انت وولادك وتسكنوا معايا ونعطيكم خروف في النهار وانت ترتاح ولادك يعيشوا مزيان؟ الحطاب سمع هاد الهضرة وفراح ومشى عند مراته وقال ليها جمعي راسك وجمعي الولاد وتبعيني راه الله عفا علي علينا من الميزيرية. سولته شنو واقع؟ قال ليها واحد المرأة لقاتني في الغابة طلباتني نعيشو معاها وتعطينا خروف في النهار، ما باقيش نجوع، ما باغا منا والو غير ونسوها. هي هذيك المرة جمعت الحصيرات اللي عندهم وشطيطهم، داروا الدراري الصغار في الشواري، الشواري الحمار، واللي تيقدروا يمشيو وتبعوهم على رجليهم، توصلوا لدار ديك المرة. عوصلوا قالت ليهم الخروف ذبحوا وسلخوا وكلوا الراس والكرشة والكرعين في الغداء والباقي العشاء والفطور. والزريبة كل نهار خود حولي ها واحد في النهار انا حاسبهم. قال حطاب ولادو هكا كل نهار تيدبحو خروف. جات واحد النهار ديك المرأة جات طلات عليهم تتسول على حالهم. قالت لي المرض الحطاب راه طلع علينا اللحم في الراس، بغينا ناكلو عديسة وخبيز كيف موالفين، ولا بغيتي ملي نطيبو نذوقك منو؟ وافقت ديك المرأة وداك الشي اللي كاين. قلبات مرة الحطاب في داك الداز اللي جابو نهار تحولو، لقات واحد الكموسة العدس نقاتها وطيباتها. ملي وجدت صيفطات بنتها الكبيرة بواحد الكاسرونة العدس لعند المرأة اللي مسكناهم. خدات الدرية الكاسرونة وطلعت في واحد الكدية فين ساكنة المرأة. وصلت للباب بانت ليها المرأة معلقة واحد الراجل وكتاكل فيه. البنت مسكينة غا شافت داكشي غوتات وطاحت. سمعتها المرأة وخرجت قالت ليها ما كتتغوت. البنت خافت قالت ليها غا تعثرت وطحت ليا الكاسرونة العدس وخفت لضربني مني. قالت ليها ما شفتي حتى حاجة أخرى؟ جاوبتها لا بعويناتي اللي ياكلهم الدون ما شفت حتى شي حاجة. رجعت لبنت وقالت لما شنو شافت. تخلعت ما وغوتت على رجلها، رجلها اللي كان معرق كرشاه وملفاف. قالت له نوض نهربو هادي راه ماشي مرا عادية، هادي راه الغولة. الراجل ما تسوقش ليها ونهض فيها وقال ليها ما كليتي العدس فتفكرتي الفقر اللي كنا فيه وحستيني حيت وليت مرتاح وكمل نعاسو. جمعت المرا ولادها وبناتها وهربات بيهم مدورها. ملي فاق الحطاب ما لقاش ولادها ومراته، سحب ليه كلاتهم الغولة. شوية هو يسمعها جاية ويتخزن في الخابية. كلات الغولة وما لقاتهمش وبدات كتغوت وتقولو هي معصبة. علفتهم وسمنتهم ويقولوني ومزعف ضربات في ديك الخابية بيديها وهي تهرسها. ويبان الحطاب وقالت له الولاد اللي فتيين وسمانين هربتيهم انت بقيت هنا الشارف الهارف كيفاش غناكلوك؟
قالها بدا يبودي نازل اللي ما سمعوش لمراته ويصحي الليل ودهناته كلاته. تاني سولته شنو ناكل تاني راه ودنيك يلا هروني في المصران. قال لي خذي رجيلاتي اللي بقاو ناعسين وما تبعوش مراتي وهي تاكل لي رجلي. وبقاو هكا كل مرة تسولو شنو ناكل تاكلاتو كامل ومشات حجيتنا مع الواد الواد وما ياكلوا الحديد وحنا ناكلوا التريد.